وطبعا ما حدش يقدر ينسى العظيمة الجميلة نادية لطفي اللي شاركته فيلمين من أهم أفلامه الخطايا وأبي فوق الشجرة. مساء الخير يا مدام نادية. أهلا أهلا. أنا سعيد جدا بوجودك معانا النهاردة في هذه الحلقة الخاصة في ذكرى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأنا عارف قد إيه كانت بتربطك بيه علاقة صداقة طويلة على مدار مشواره الفني ومشوارك الفني، واشتغلتوا مع بعض فيلمين الخطايا وأبي فوق الشجرة. كلميني عن عبد الحليم الذي لا يعرفه أحد غير نادية لطفي. لا لا، عبد الحليم الحقيقة احنا كلنا بنعرفه يعني، ويمكن بس في حتة انا اتميز بيها ان كنت قريبة منه وكنا اصدقاء، وده من يعني الواحد كل ما بيمر وقت يحس قد ايه ان ربنا اداله يعني نعمة انه التقى بناس ومواهب وشخصيات يعني لا تنسى ولا تكرر يعني، ومميزين وبيشترك العالم العربي والعالم عموما بتقديرهم وحبهم وفنهم الباقي دايما، ودايما صورتهم في القلب وفي صفحة الحياة. عبد الحليم من الناس المقربين بالنسبة لي. ذكريات حضرتك معاه ايه مثلا في اثناء تصوير فيلم الخطايا او ابي فوق الشجر؟ هو شوف، هو يعني عموما اللقاء اتنين بيكتشفوا من بعض اشياء، فانا من معرفتي بيه يعني حاولت ان انا اتعلم منه. اولا هو اتميز ب طبعا ما فيش شك في ذكائه، لكن في دماسة خلقه ورقة تعامله الإنساني الراقي، ويتميز كمان بأنه عنده عفة يعني عفة في سلوكه في خلقه في حاجات كتيرة يعني طبعا اللي بيعرفوه هيعرفوا كلامي يعني ايه معناه. يعني تفتكري حاجه في الخطايا يا فندم، موقف لطيف مثلا جمعكوا بعض؟ هو غنى لك طبعا مغرور، وغنى لحضرتك الحلوه، وغنى قول لي حاجه يعني انا قول لي حاجه بالنسبه لي حقيقي خرجت منها بتجربه كبيره جدا، لان انا فوجئت ان انا في الغنوه ان انا مش هتكلم، وكانت كنت لسه جديدة يعني. وبعدين ان لو قدامي انا الفنان بيغني طب انا اعمل ايه يعني، في حتة يعني بتخلي الزميل التاني عدواته يعني عدواتي انا بتتعطل، المفروض ان انا يعني شغلتي ان انا اعمل حوار، لان فجأة انا اعود ساكتة وهو يغني. ده بقى طلع فيا حاجة ما كنتش أعرفها بالصدفة. إيه؟ إن أنا حاولت يعني أندمج في كلماته وفي مشاعره. فالحقيقة بعد الفيلم أو الشغل ما طلع حصل في تمازج بيني وبينه، يعني بقيت كأن أنا بتكلم معاه وأنا ساكتة. كان تجربة قاسية حقيقي بالنسبة لي، لكن اكتسبتني أدوات جديدة في التعبير في الصمت اللي أنا صممته في الأغنية. لا، وكمان الأستاذ حسن إمام أصله فندم كان بيقطع كلوز أب على وش حضرتك، وعينيكي كانت معبرة جدا، يعني كان الصمت يعني أكتر من الكلام في قول لي حاجة. يعني هتحس في تمازج كأن أنا بغني معاه برضه، يعني في تغريدة منسجمة مع عبد الحليم. وبعدين طبعا أستاذ حسن إمام عمل إخراج جميل وأخرج الأوبرا بشكل رائع. صحيح، أخذت 10 أيام دي تصوير. ياه، زي ما يكون فيلم حقيقي يعني، لا فيها مجهود، ويمكن حضرتك ملاحظة طبعا يا فندم. ألحان أستاذ عبد الوهاب الجميلة جدا. طبعا طبعا
وبعدين في فيلم أبي فوق الشجرة بقى، إيه الاختلاف ما بين الخطايا والأبي فوق الشجرة؟ كان في بينهم فترة مش طويلة. أبيض وأسود. ده أبيض وأسود، ده ألوان بقى. لا مش قصدي على الفيلم ألوان. ها. الدور اللي أنا عملته في أبي فوق الشجرة؟ لا في الخطايا. يعني ابيض، وانا عملت في الثاني اسود فردوس. ايوه فردوس. ايوه انا ما صدقش ان البنت دي بتاعت الخطايا هي الست. بس غنى لك يا فندم جانا الهوى يا فندم، يعني كمان كانت جميله والالحن بليغ. وبرده انت عارف الغنوه دي اتخدمت جامد، دي سافرنا لها بيروت وتصورت اماكن حسين كمال ده الله يرحمه بقى. انا شفت يعني كل جمال بيروت طلع في الغنوه دي. صحيح. فحقيقي يعني ايه وقفات حلوه. مثلا بس في بقى عبد الحليم محدش يعرف انه عنده شقاوه عيال. ازاي؟ اقول لك انا في الغنوه بتاعت ايه جانا الهوى. ايوه. هتلاقي احنا بنجري ورا بعض وفي انبوع كده ميه. ميه دي تلج هناك بيحطوا فيها مثلا افرض عندكم في الكولا او حاجه بيسقعوا فيها. المنطقه في يعني ساقعه جدا. ده بقى هو استفرد بيا وهاتك يجيب الميه دي وانا اصرخ التلج اللي هو بيعمله. وده ويخليني ما شايفه قدامي حقه. بس طبعا الواحد بيعديها يعني. ولا اشتم ولا بقى. بس ولا يبطل ابدا. فكان عنده شقاوه جميله جدا. بس يعني في حاجه تانية يمكن المرض في حياته، يعني في كتير جدا ما يعرفوش ان لا هو والله عمر عبد الحليم ما بين ولا ولا يعني ولا حمل الاخرين اي يعني اشفاق او مشاركه. لكن لما كان يبقى تعبان كنا نروح له نقعد معاه في اوضه النوم، يعني كان في كده ركنه فيها ترابيزه وكرسي مش عارفه ايه، بس ده غصب عنه يكون رائد بقى. لكن في العادي عمرك يا عبد العليم، والحمد لله الفيلمين اللي اشتغلتهم معاه ولا مره جاله ازمه ولا حاجه، عادي حلو يعني. لكن هو ما كانش يبين ولا يشرك حد ولا يخلي حد يتضايق ان هو تعبان ابدا. الجانب الانساني في حياه عبد الحليم مدام ناديه، وانت يعني اشتغلتي معاه، وبعدين زي ما بتقولي قد ايه كنت في منكم تفاهم بعد ما صورت مع بعض الخطايا، يعني كلميني عنه شويه، عايز اعرف ايه الجانب الانساني. هل كان كريم فعلا زي ما بيقولوا؟ هل كان معطاء؟ هل كان فعلا بيهتم انه يشجع الاصوات الجديده؟ يعني كان ازاي بيفكر؟ لا هو شوف هقول لك، يقول لك اصحابك مين تعرف الشخصيه. شوف هو كان انتقائي، يعني هو مع العامة في منتهى الذوق، لكن هو نفسه شوف انتقائه. مثلا ايه استاذ علي امين، مثلا كامل بيه الشناوي، علي الجمال، يعني مثل محمد حمزة كمال الطويل، كل اللي بيتقابل بيهم منتقاه، واخد بالك؟ وبعدين يقعد يتأمل، واخد بالك؟ أيوه. يعني كل الثقافات اللي حواليه، كل الإقامات الكبيرة، عبد الوهاب يقعد ياخد منه ويسمع روايات وقصص عن مثلا شوقي عن كذا. لا ده مدرسة. وبعدين أهم ما يميزه إنه عمره ما صدق. يعني إيه؟ عمرك يا عبد الحليم، ودي ناس كتير في السكة يقعوا إزاي بقى؟ يصدق إن هو وصل. طبعا هو كان واصل، كان هو نجم النجوم. خلاص؟ لكن عمرك يا عبد الحليم ما جالك الخط اللي هو الاستاذ احسان عبد القدوس بيقول اللي فيه خط ما بين الغرور وبين ايه الثقه في النفس. صحيح.
هو كان واثق من نفسه لكن دايما يرجع خطوتين لورا ليأكدها تاني، فعشان كده فضل يعني كل ما يطلع يثبت كل ما نجومه تسع تضيء اكتر. ما لكن في ناس كتير بص هتلاقيهم صدقوا ان هما وصلوا، مش بس في الفن حتى في السياسه، اول ما يوصل ان هو يتصور ان هو وصل يبتدي نجمه يقع. فكان حريص على الحته، وده سر نجاح عبد الحليم حافظ، ده سر نجاح عبد الحليم، وده سر نجاح وعظمه وجمال العظيمه ناديه لطفي اللي احنا كلنا بنحبها ونقدرها وبنحترمها وبنعتبرها نموذج رائع للفنان العظيم اللي احنا بنحبه ونقدره، ودايما بنبقى حريصين ان احنا نشوف افلامها واعمالها وناخدها قدوه بالنسبه لنا كلنا. الله يخليك، ده كتير قوي قوي يا استاذ عمرو. يا مدام ناديه انت عارفه انا بحبك قد ايه والناس كلها بتحبك قد ايه، ربنا يديك الصحه شكر. ويخليكي لي دايما ودايما في صحه وبسعاده دايما، وتعيش وتفكرنا بكل حاجه جميله. الله يخليك، وعند لبنا الحبيب، ربنا يخليكي فنانتنا العظيمه ناديه لطفي، شكرا. ويا ريت ونبي نسمع، انا بشوف عبد الحليم قد ايه مفعوله اكيد، يعني النهارده احنا في الظروف دي وتبص تلاقي ايه غنوه مثلا عدى النهار صوت الجماهير طبعا، قال لي السلاح صاحي، احنا الشعب احلف بسماها احلف بسرابها بالاحضان والجيش والشعب تمام، موال النهار موال النهار صحيح. يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده يا جماعه، كان سابع عصره كان سابع عصره، ده بيغني لنا النهارده صحيح. يعني شوف الثوره هو برضو زي ما هو يعني بشر بيها في الماضي هو بشر بيها اليوم. الله يرحمه، كان عظيم وفنان كبير طبعاً كبير، وانا بشكر جدا فنانتنا الكبيره العظيمه ناديه لطفي اللي امتعتنا بهذا الحوار الشيق الجميل عن الراحل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ.